أهلا بكم مرة تانية في بتوقيت مصر. في تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية واتنشر النهاردة. التقرير بيركز بشكل رئيسي على صادرات السلاح الفرنسية لمصر، وبيقول إن قوات الأمن المصرية استخدمت مدرعات اشترتها من فرنسا في تفريق المظاهرات وقمع المعارضة بشكل أسفر عن وقوع ضحايا. وطلبت من فرنسا المنظمة، يعني طلبت من فرنسا إنها توقف فورا عمليات بيع الأسلحة اللي يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وطلبت مصر في الوقت نفسه والسلطات المصرية بأنها تجري تحقيقات مستقلة في المخالفات اللي ارتكبتها قوات الأمن باستخدام هذه الأسلحة وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة. الحقيقة إنه التقرير نفسه فيه تفاصيل كتير، وبرضو إحنا عندنا عليه ملاحظات كتير، فنروح الأول نشوف تقرير عمله زميلنا محمد الحاجي مراسل التلفزيون العربي في باريس، ونرجع نشوف التقرير قال إيه وملاحظاتنا عليه إيه. كانت قنابل الغاز المسيل للدموع تلقى بدون توقف، وكانت الطلقات النارية تطلق من فوق أسطح البنايات ومن مركبات مدرعة. رأيت أشخاصا يصابون بطلقات نارية في الرأس والصدر. هذه شهادة متظاهر نجا من مذبحة رابعة يوم 14 من آب أغسطس العام 2013. منظمة العفو الدولية أمنستي ارتكزت على هذه الشهادة وغيرها لتبين أن قوات الأمن المصرية استخدمت معدات عسكرية مستوردة من فرنسا في قمع المظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015. أمنستي التي عقدت ندوة صباحية في العاصمة الفرنسية بعنوان مصر استخدام الأسلحة الفرنسية في قتل المعارضين، حللت صورا تظهر أفراد قوات الأمن المصري وهم يطلقون النار على متظاهرين عزل من داخل مركبات مدرعة مستوردة من فرنسا ساهمت بحسب تعبيرها بقتل الشعب المصري. نستمر بالقيام بعملنا وبالتواصل بشأن هذه المسألة لأنه مهم بالنسبة إلينا. يجب أن تبقى ملاحظتنا تحظى بالأولوية. إذا قمنا بعكس ذلك فإن هذه الأسئلة لن تثار أبدا، وبذلك لن نتحدث إطلاقا عن احترام حقوق الإنسان أو احترام المعاهدات الدولية العسكرية. فريق التحقق الرقمي لمنظمة العفو الدولية وثق تسجيلات فيديو متاحة للاطلاع العام تزيد مدتها عن 20 ساعة ومئات الصور تبين بوضوح أن المركبات المدرعة المستوردة من فرنسا من طراز شيربا وام اي دي اس قد استخدمت فعلا خلال عدد من حوادث القمع الداخلي الاكثر دمويه في مصر. لكن السؤال يبقى، من يكترث من الانظمه بتقارير امنستي؟ فمؤتمر واحد او تقرير واحد لن يكون بتغيير هذا الواقع، ولكنها خطوات تراكميه، وهذه بدايه جيده ان نتوجه للمواطنين الفرنسيين بان نخبرهم عن الدور الذي يقومون به كدافعين الضرائب وكمتفعين بشكل غير مباشر من هذه السياسات، وان نخبرهم بان هذا يعرضهم ليس فقط لمساءله قانونيه وهو سؤال معقد، ولكن مساءله اخلاقيه. فهل انت ترتضي ان يكون راتبك أو أن تكون حياتك قائمة على جثث المصريين أو مئات المصريين المحبوسين أو عشرات المصريين المقتولين ظلما؟ في أغسطس آب من العام 2013 وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على تعليق إصدار تراخيص بتصدير معدات إلى مصر يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، إلا أن نصف الدول الأعضاء في الاتحاد تقريبا لم تهتم على ما يبدو بالتوجه العام للاتحاد الأوروبي نحو تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى مصر. بات من الواضح أن فرنسا التي طالما حملت شعار حقوق الإنسان تلتزم ببيع العقود التجارية والأسلحة الفتاكة للأنظمة العربية أكثر من التزامها بالقيم التي لا يتوقف ماكرون عن تكرارها في كل محفل علنية. أما في الخفاء فيعمل على سحق الشعب المصري كما تقول أمنستي. محمد الحجي للتلفزيون العربي باريس. في الحقيقة العادي والطبيعي ان احنا كان يكون معانا النهاردة ممثل عن منظمة هيومان رايتس ووتش، عن عفوا العفو الدولية اللي اصدرت التقرير، لانه زي ما قلنا في ملاحظات كتير، كان الطبيعي ان يكون حد موجود يرد لنا على هذه الملاحظات. واحنا الحقيقة انه طول اليوم تقريبا بنحاول نتواصل مع الناس في المنظمة، وكانوا بيردوا بيرفضوا انهم يدخلوا لحد ما كان المفروض يكون معانا رفقة ابو علاقي مسؤولية الحملات في فريق مصر في منظمة العفو
الدولية وكلمنا معاها واتفقنا معاها تماما والموضوع انتهى، لكن قبل الهوى بفترة قليلة بلغتنا ان هي ايضا بتعتذر عن عدم الحضور. فبالتالي برضو هيفضل الباب مفتوح خلال الحلقة لو هم حابين يعلقوا على الكلام اللي احنا هنقوله. لكن خلونا نرحب بضيفين اللي معانا الاستاذ مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد عبر خدمة سكايب، وايضا معانا عبر خدمة سكايب الاستاذ احمد سميح مدير مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. استاذ احمد سميح، يعني عايز ابدا معاك بسؤال حوالين يمكن الداعي شوية، لانه انا لما اشوف تقرير اليوم بيتكلم عن احدث حاجة فيه، بتتكلم في 2014 تقريبا اخر حدث موجود تقريبا في التقرير، لازم يجي سؤال عن الداعي، ايه الجديد اللي يخلي منظمة تتحرك الآن وتتكلم عن بهذا الإجراء العنيف، يعني منع تصدير الأسلحة لمصر، مش بس نجدة فرنسا، ده نجدة كل دول العالم أن هي توقف تصدير الأسلحة في مصر، في حين أن آخر مظاهرة تقريبا كانت في مصر من 3-4 سنين. يعني كان إيه الداعي دلوقتي أنه يطلع حاجة زي ده؟ مساء الخير يا أستاذ تامر. في الحقيقة ده مش أول تقرير، ودي مش أول منظمة بتدعو لهذا، تعمل هذه الدعوة. في عدد كبير من المؤسسات الدولية تحديدا اللي بتعمل ده. الخلفية الفكرية اللي جاية منها المؤسسات دي كلها ان دولة مصر دولة عسكرية تحكمها القوات المسلحة، والفكرة المؤثرة انه الطريقة الامثل للتأثير في السياسات حكومة جمهورية مصر العربية هي عبر الضغط عليها في ملف التسليح. الفكرة دي يقبلها بعض النشطاء، يرفضها بعض النشطاء، لكنها أعتقد سببها الرئيسي هو انغلاق النقاش العام بين الدولة المصرية وما بين المؤسسات الحقوقية سواء المحلية أو الدولية. المؤسسات المستقلة طبعا، الحكومة المصرية طول اليوم يعني بتتقابل وبتتفاعل مع مؤسسات حقوقية، لكن يعني معروف في عالم حقوق الإنسان بمؤسسات الجونجوز أو المؤسسات الحكومية الشبه المؤسسات الغير حكومية ولكنها حكومية في الحقيقة، يعني من خلال تعيينها أو من خلال خطابها أو من خلال لاحظ أنه برضو في أمر هام في التقرير، أن التقرير بيدي توصيات مختلفة لكل الجهات بما في ذلك الجهة المصرية أو الدولة المصرية. وأعتقد أنه ده مدخل جيد لوزارة الداخلية المصرية ووزارة الخارجية المصرية لبداية فتح نقاش جاد وموضوعي مع مؤسسات دولية مثل الهيومن رايتس ووتش أو حتى العفو الدولي. تمام، طيب خليك مع أستاذ أحمد، أنتقل للأستاذ مجدي شندي. أستاذ مجدي، خلينا نتكلم سريعا او ناخد تعليقك على الملاحظات اللي احنا وقفنا عندها في التقرير. يعني في البدايه مثلا انه سلطات او التقرير بيقول انه السلطات الفرنسيه بلغتهم انها اصدرت فقط ترخيص بنقل معدات عسكريه للجيش المصري كجزء من الحرب على الارهاب في سيناء وليس لعمليات او لقوات انفاذ القانون. ده الكلام اللي هم بيقولوا انهم خدوه من مصدر فرنسي لم يسموه، لكن الحقيقه ان احنا واحنا بندور على اصل هذا الخبر فلقينا ان الاخبار المنشوره في المواقع المصريه وكانت كلها بتاريخ 22/12/2012 اتكلم عن بدء وصول مدرعات رينو الفرنسيه اللي هي شيربا وميدز اللي اتكلم عنها التقرير تحديدا لصالح فرق العمليات الخاصه والدوريه والاقتحام من الشرطه واللي تعاقدت مصر عليها من فتره، وشاحنات ايضا سيتم او من حق انه سيتم دعم فرق العمليات الخاصه في سيناء بهذه المركبات او بجزء من هذه المركبات الجديده. فالحقيقه ان هو بيتكلم عن او الجزء الاساسي في التقرير بيتكلم عن انه هذه المدرعات اللي هي شيربا وميدز كانت مخصصه للجيش المصري، هو نقلها للشرطه وحط عليها شعارات الشرطه، لكن الاخبار اللي احنا شفناها مش بتقول ده. مساء الخير أستاذ تامر لك وللمشاهدين الكرام. أنا أشاركك الدهشة في توقيت صدور هذا التقرير، لو أن هذا التقرير صدر منذ 5 سنوات لا كان الإنسان قد وجد له مبررا. وأغلب الأحداث التي يستند إليها فعليا هي وقعت في عام 2013، وتقريبا مع نهاية عام 2014 كانت كل المظاهرات الحاشدة والكبيرة أو التي يمكن أن تقول أن لها صفة جماهيرية قد توقفت تماما في مصر،
ومن ثم فإن مبرر هذا التقرير يسقط، لأنه يعني لم تعد هناك أحداث تظاهر ولا احتجاجات ولا استخدام للأسلحة ضد المتظاهرين. وأظن أن هذا هو المبرر الذي دفع المسؤولين في منظمة العفو إلى التهرب من هذه المقابلة. ربما يكون التقرير قد بث على سبيل الخطأ، أو أنه تقرير قديم بالفعل، لأنه ما فيش أي مبرر حتى يصدر، ما فيش أي مبرر حتى يصدر الآن، ولا يمكن الدفاع عنه. يعني لو إن في حدث الشهر الماضي أو حتى السنة يعني انت الماضية بتاكد برضه على فكره التوقيت وفكره انه فجائيه الكلام يعني. طيب استاذ احمد، خلينا ناخد منك برضه تعليق اخير على جزء ايضا اخير، جزء اخر في التقرير، انه بيتكلم عن بيوصي بعدم تصدير المركبات المدرعه، الاسلحه الصغيره، حتى المعدات غير القاتله والذخائر المتصله بها والقنابل المسيله للدموع الى مصر. طيب في مواجهه الجريمه، يعني في النهايه في جريمه في دوله يجب ان تحصل على هذه الاشياء لمواجهه الجريمه، حتى بعيدا عن قضايا الارهاب او حتى قضايا حقوق الانسان، في جريمه يجب ان تواجه، في جرائم ارهاب بتحدث حتى خارج سيناء. فهل الطلب ده منطقي ان نطلب وقف كل اشكال التسليح بها فيها حتى قنابل الغاز المسيل للدموع؟ يمكن اعتقد انه الشيء الاساسي هو الغاز المسيل للدموع. لو احنا بنتكلم على حريه الراي والتعبير، واحده من المشكلات الاساسيه اللي بتواجه يعني فكرة التظاهر هو الغاز المسيل للدموع. يمكن أنت يعني تعرف هذا جيدا، لكن خليني أقول لحضرتك على شيء هام جدا جدا جدا. الغرض الأساسي في اعتقاد الشخص، أنا ما أعرفش إيه السبب أو إيه سبب توقيت هذا التقرير، وما أعرفش إيه الظروف اللي تخلي ممثلين أو الفريق العامل على مصر في منظمة العفو الدولية، هو فريق كبير وذو خبرة كبيرة، في ان هو ما يتفاعلش بالرد على اسئلتك. لكن خليني اقول لك من واقع يعني ما اعرفه او ما اتخيل ليا، الامر ملتبس جدا في مصر، وانتهاكات حقوق الانسان التي تقوم بها الاجهزه الامنيه المختلفه متشابكه فيما بين قضيه الحرب على الارهاب وما بين قضيه قمع المعارضين. انا يا احمد لدي الوقت، احمد سميح مدير مركز اندلس للدراسات السامح، شكرا جزيلا لحضرتك، وايضا بشكر الاستاذ مجدي شندي رئيس تحرير جريد المشهد. ومره ثانيه احنا ده ملاحظتين، احنا عندنا 7-8 ملاحظات كان نفسنا يكونوا موجودين معانا الاساتذه في العفو الدوليه، لكن للاسف مش موجودين. يعني الملاحظات موجوده عموما لو هم يحبوا يردوا في اي وقت. خلصت حلقتنا النهارده من بتوقيت مصر، بكره ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. لحد ما نشوفكم تصبحوا على الف خير.